الدنيا كلها كنت متضايق ونورت في البرنامج. سوري يا فندم، اهلا وسهلا، نورنا. وده بيتك بقى طبعًا. اول مره اتفضل. احنا سعداء جدا ان احنا يعني ايه نقدر نقول كده والواحد ضميره مستريح ومفيش اي مبالغه باي حال من الاحوال. خير استهلال البرنامج الاهلي في رمضان. صحيح. وجودك معانا النهارده ليه الشرف. طيب. حضرتك طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم بخير يا رب، والساده المشاهدين والاهلاويه خصوصا كلهم طيبين يا رب. استاذ بيومي، حضرتك فيك حاجه مميزه بقى لو تسمح لي ابدا، ودي بصراحه انا وانا جايه قبل ما اجي يعني واحنا بنفطر ولاد اختي قاعدين، بابايا قاعد، اختي قاعده، قرايبنا قاعدين، النهارده معانا النجم الكبير بيومي فؤاد، كلهم مبسوطين يعني الصغيرين والكبار والجد، فدي حاجه جميله جدا. ومعلش تسمح لي ابدا من هنا، يعني مش هقول لك سر حب الناس ليك لان دي بتاعت ربنا، نعم. بس ازاي قدرت كمان وحضرتك ابتديت متاخر مش من بدري ان توصل لهذه المكانه، القدره على ان الجميع يحبك ويتفرج عليك ويتابعك، دي محتاجه بقى دراسه. اسمح لي ابدا من هنا. لا والله نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، الواحد بيراعي ربنا في شغله الحمد لله، بيخلص في شغله. من ايام ما كنت بعمل مسرح للهواه وانا بخلص في شغلي، عشان كده الحمد لله رب العالمين اتشافت من مخرجين كبار جدا بيعملوا سينما وبيعملوا مسلسلات، واتخذت. انا ما كنتش زي زمايلي الشطار اللي كانوا بيروحوا يعملوا اوديشن، بيروحوا يعملوا كاستنج للحاجات. انا كنت طول عمري بعمل مسرح، والمسرح ما بيشهرش، المسرح ما بيتصورش، فبالتالي ما بيشهرش. خصوصا ان انا كنت بعمل اول مره اعمل مسرح خاص في حياتي كان مع الفنان الكبير محمد هنيدي ما في كايرو شو، لسه من سنه او من سنتين. انما طول الفتره اللي فاتت ديك على طول مسرح دوله ومسرح هواه والمهرجانات المستقله والحره وكده. بس موهبه ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حاجه الحمد لله نعمه والله الحمد لله. عايزين بقى في البدايه نعرف منك رمضان بالنسبه للنجم بيومي فؤاد بيمثل ايه؟ طقوسك الرمضانيه ايه؟ وخصوصا لو كنت خلاص خلصت اي التزامات ليها علاقه بالتصوير قبل رمضان. لو افترضنا ان في رمضان رايق كده ما فيهوش شغل، خلصت كل الشغل قبلها. من ساعة ما اشتغلت في الميديا، انا اسف قطعت حضرتك، من ساعة ما اشتغلت في الميديا عمره ما حصل. عمره ما حصل خالص ان رمضان جه واحنا ما عمره. ما شاء الله، دي حاجه حلوه. لا هو اكيد كان هيبقى احلى يا استاذه لو رمضان قعدوا مع عيالي يعني، او رمضان بفطر في البيت. بس ده حلو برضو حضرتك موجود ومتواجد كل رمضان مع الناس اللي بتحبك، دي حاجه طبعا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فما حصلش خالص يا كريم والله في اللي فاتت خالص. انما رمضان بالنسبه لي والله اقسم بالله فعلا بتمنى ان السنه كلها تكون رمضان، لانه هو الشهر الوحيد اللي فعلا بيجمعنا، بيجمع. والشهر الوحيد احساس الواحد انه ما فيش حد ممكن يدعي في الدنيا مهما كان وصلت درجة انه ما عندوش او معهوش او الكلام ده، انه يبقى جعان او انه ما عندوش او الكلام ده. فالواحد مرتاح نفسيا جدا يعني، انه الحمد لله كل الناس مبسوطة وكل الناس، وشهر كريم وفضيل زي ما بيتقال يعني. وده الشهر اللي بنتجمع فيه كأسرة، بنجمع فيه كأصحاب، بنجمع فيه كشلة، بنجمع فيه يعني. ده يعني الشهر الوحيد اللي ما ينفعش ابقى انا باكل في وقت وغيري بياكل في وقت والكلام ده، كلنا بناكل في وقت واحد. انا بتفق بحضرتك جدا، دي يمكن من المميزات بتاعت شهر رمضان. طيب لو احنا هنتكلم شويه كده عن رمضان، مش هقول دلوقتي وزمان، انا هقارن بس بالسنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت كارثيه. الحمد لله ان هي خلصت، ولكن فعلا رمضان السنه اللي فاتت دايما احنا عارفين رمضان بيجمعنا، السنه اللي فاتت ما جمعناش. ايه برضو اللي هتعوضه بقى ناوي السنه دي بما ان الموضوع هدي شويه؟ في ناس معينين، في حاجات معينه حضرتك عايز تعملها رمضان ده؟ طبعا احنا بدانا ناخد شويه على ربنا يحفظنا يعني على الكورونا، وبدأنا نعرف أولها من آخرها إلى حد كبير يعني، فناخد محاذيرنا إلى حد كبير. فالسنة اللي فاتت كان في خضة شوية وكان في شدة، فكان الناس بتسامحنا في إننا مش عارفين نروح نفطر طبعاً في الحتة الفلانية أو الكلام ده، أو هم نفسهم كمان خايفين من النزول والكلام ده. السنة دي في وعود بقى يعني أنا بديها للأصحاب والأصدقاء والكلام ده والأهل، إن إحنا نتلم. لسه دلوقتي الحمد لله كنت مع إخواتي كلهم، خصوصًا بعد وفاة والدي الله يرحمه في يناير. أول مرة نفطر من غير والدي يعني الله يرحمه توفى. فجمعتهم كلهم النهاردة، كنا بنفطر مع بعضينا كلنا النهاردة الحمد لله. احساس جميل، احساس لطيف جدا يعني. هو يعني سؤال هود بقى اثار فضول انا شخصيا ان انا اعرف، لا تعالى بقى نعمل مقارنه بين رمضان دلوقتي ورمضان زمان. واحنا حضرنا رمضان ايام ما كان كل تفاصيله فعلا بتقول ها ده الشهر اللي احنا بنستناه فعلا من السنه للسنه. طبعا الخير بتاع الشهر موجود وبركته موجوده، دي ما فيهاش اي مساحه للتغيير، لكن هل لاحظت ان في حاجات اتغيرت، خدت شكل تاني، اختفت حاجات معينه، استجدت؟ التكنولوجيا
والله صح. للاسف. ودي حلته ولا بوخته؟ بوخته. بوخت كل حاجه. يعني انا انا اسف هيبقى يوم اسود بالنسبه لي لو مفيش حاجه اسمها تلفزيون. فدلوقتي بداوا يتكلموا على ان السوشيال ميديا بتلغي التلفزيون اللي خلاص ما اعرفش ايه التكنولوجيا ما اعرفش عامل الكلام ده. انا اولد فاشن قوي، انا بحب التلفزيون، انا بحب الجرايد. طبعا بحب الجرايد ورقيه، انا بحب امسك. دلوقتي في موضه جديده يا استاذ كريم ان كل حد يبعت له السكريبت على الايميل بتاعه او على الواتساب والكلام ده يقعد يذاكر والكلام ده. لا انا لازم ورق طبعا. انا لما يجي لي في مكتبي ولا الكلام ده اي حد يقول لي هبعت لك الحاجه على الايميل مش هقراها. لازم ورق. انا متعود يعني ده على طول وجرايد والكلام ده. فرمضان برضو شكله اتغير، الجيل شكله اتغير. يعني لما نيجي نتكلم على اي احداث في الحاجات بتاع زمان واستمتاعنا البسيط صحيح. بس ادي هو جميل طبعاً. ان انا عشان كل طفولتي وشبابي كان في الزمالك، سكنتي في الزمالك كي. فكنت بروح بلقب العيله عشان اشوف رمضان لانها اقرب حاجه لينا. كنت طبعاً. بروح امبابه، الاماكن العظيمه الشعبيه دي طبعاً. السهرانه كنت بروح لاصحابي بقى ايام جامعه السيده زينب، بروح حسين، بروح حلوان، كنت بروح الكلام ده واشوف رمضان بقى واشوف الفوانيس المتركبه في الشوارع طبعاً. والحواري والازقه طبعاً. والحاجات دهيت. فده ما كانش في الزمالك. الزمالك كل حد بيسهر في بيته ليل الصبح ايوه حوالينا سفارات والوزير الفلاني. عمر رمضان عشان تحس بيه لازم تروح منطقه شعبيه طبعاً. فعلا صحيح طبعا. كنا لازم نروح نسهر بعد. يعني انا فضلت حتى بعد ما اتجوزت ليه واحد صاحبي لازم متعودين انا وهو نروح نفطر في اي محل في الدنيا يوم كده، ونروح مخلصين فطار ده واخدين تاكسي قبل الشهره بقى قبل كل الكلام ده، واخدين تاكسي ورايحين على الحسين نقعد على الفيشاوي لغايه الصبح، لغايه ما الفجر يدا نروح مصليين في الحسين ونروح مروحين. ده بيحصل بقى دلوقتي بعد النجوميه دي كلها صعبه اكيد طلاق. اكيد. بس شارع المعز لسه دلوقتي وفي تجديدات كتيره جدا حصلت، يعني الروح ابتدت ترجع. يا سلام على جماله. لا بجد بصراحه التجديد اللي حاصل دي حاجه في منتهى الاحترام والسفلته والنظافه. فهي انا بحس ان الاجواء لسه موجوده، وفكره ان في اقبال شديد كمان عليها ده فكره ان في تعطش، الناس حابه الاجواء دي جدا، حابه العوده موجوده عند الناس دهيت. بس انا اعتقد ان رمضان كمان اختلف في الريف، لان الريف دلوقتي فيه سوشيال ميديا. احنا عايزين نلغي السوشيال ميديا والله العظيم. اختلف كمان في الريف، اختلف. هو طبعا مش زي جاردن سيتي والزمالك والكلام ده ومش عارف ايه، بس في النهايه برضه اختلف عن زمان. انه كان فعلا المشهد اللي في فيلم اكس لارج اللي هو بتاع الطبق اللي بيلف على البيوت طبعا صحيح في دلوقتي حاجه ده موروث عند المصريين من زمان. موروث عند المصريين. طبق القطايف او طبق الكنافه او طبق الجلاش، طبق الحلو او الحادق او الكلام طبعا. ده اللي بينزل فنانه كبيره نعم سلوسه لما ردت على الفنان كبير حلمي يعني وقالت له الطبق دوت من اول رمضان بيلف لدرجه ان احنا نسينا الطبق بقى بتاع مين. مش مهم الطبق بتاع مين، بس هو بيلف بيفضل يلف كده. اللي اختلف بقى كمان الدراما. يعني احنا زمان لو هنتكلم بقى في التسعينيات احنا كنا كلنا كده في مصر تحديدا، هتكلم هي مسلسلات معروفه، فوازير معينه طبعا. اعلانات طبعا. معينه كل المصريين كانوا بيتابعوها ويتفرجوا، يمكن الجيران كانوا بيتلموا في بيت واحد ويتفرجوا. دلوقتي الموضوع وسع جدا، ويمكن ده مش حاجه وحشه بس الموضوع وسع جدا. يا فندم في كام مسلسل دلوقتي؟ نعم ده لا في بتاع 20 مثلا 20 مثلا هو اكتر من كده بكتير، بس 20 مثلا، ومن كام سنه كان في 70 مثلا صحيح. تمام عادي جدا. يعني انا ليا مثلا مسلسلين مين وليا ضيف شرف في اكتر من مسلسل. انا مع حضراتكم دلوقتي وممكن يكون مسلسل بيتذاع ليا. انا كان ينفع اجي لكم ولا الحلميه بتتذاع؟ صح صح نقطه حلوه جدا. كان في حد في الشارع ولا الحلميه بتتذاع؟ لا طبعا. كان في حد في الشارع وشاد والدموع بتتذاع؟ المال والبنون الحاجات. كان في حد في الشارع؟ انا مره كنت لسه بحكي ده في برنامج، كنت بفطر عند واحد صاحبي في التسعينات وبعدين ضرسي وجعني قوي، فنزلت جري عشان اخد تاكسي لان انا ما اعرفش دكاتره الاسنان غير دكتور جنبي في الزمالك هروح له. الم مبرح ما كنتش قادر استحمل ان انا قاعد هصرخ يعني ربنا يكفيك شر الم الضرس لما طبعا فهتجنن ومش عارف ايه. نزلت والله يا استاذ كريم ما الاقي تاكسي، مش ما الاقي بني ادم في الشارع، ما الاقي تاكسي لكون لا الحلميه بتزعل طبعا. الزمن ده كان جميل في كل واحد مسلسل واحد صح، وكله قيم حلوه وكله معاني نبيله وبيشكل وجدان الاجيال حتى الاصغر سنا اللي بتتفرج عليه. ده ما يمنعش ان في مسلسلات حلوه قوي دلوقتي بتتعرض وكل الكلام ده هي طعم زمان بالزبط. الفكره في طعم الامور بالزبط. عموما زمان بالزبط. في سؤال يعني بيخيل لي انه يعني
ممكن يبقى سؤال تعجيزي بالنسبه لحد زي حضرتك بصفه خاصه، فكره ان كل فنان بيبقى عنده اكيد اعمال معينه يعني، ويمكن يبقى عمل بعينه هو ده المفضل والمحبب لقلبه، كان هو ده الاكثر نجاحا عند الناس. في حاله النجم بيومي فؤاد الكلام ده ينطبق عليك، هل في عمل معين شايف ان هو الاعز بالنسبه لك؟ عشان عملين في سنه واحده هم اللي عرفوا مصر مين بيومي فؤاد. شخصيه سعد العجاتي في موجة حرة اخراج الاستاذ محمد ياسين، الكبير قوي شخصيه الدكتور ربيع في الكبير قوي اخراج الاستاذ احمد الجندي. عملين على قد ما هم كانوا الحمد لله رب العالمين كويسين وكنت فيهم كويس، هم اللي عرفوا مصر مين بيومي فؤاد، فهم ليهم معزه خاصه عندي. سعد العجاتي طبعا في موجة حرة لانه كان شخصية فيها تمثيل وفيها الكلام ده، والشخصية الكوميدي الفرس في اللي هو الدكتور ربيع في الكبير قوي. الدكتور ده كان عالمي. الدكتور ربيع ده خطير. كل كوميا يا هواد يعني، كل مفيش جملة طالعة من نجم بيومي فؤاد الكبير غير لما طبعا صريخ ضحك بيكون رد فعل الناس عليه، بس كل الجمل اللي اتقالت في الحوار كوم وانت بتقول للكبير ان أمك جملة أمك حامل طب دي موت الطريقة حتى بتاعت الإقالة، ربنا يديمها عليك نعمة فعلا حتى لو جملة بسيطة جدا، مجرد الإحساس أنت من الناس اللي بتشع. الحمد لله والله بجد ربنا يديمها عليك نعمة. ناخد بقى مداخلات بقى، ما هو ما ينفعش صح كده. خلينا ناخد النجمة الأهلاوية جدا الجميلة جدا صديقتي بقى ندى بسيوني. يا مساء الخير على حضرتك. مساء الكل على حضرتك يا نهاوند حبيبتي، وأنتوا طيبين كريم. دايما سؤال منور. ربنا يخليك يا طيبه، شاكر جدا وبالنجاح والتوفيق لكل اعمالك الحلوه. ربنا يخليك يا استاذ. الاعلان بتاع الخير بتاع 900 100 ده حلو جدا كمان. شاكر جدا. كل سنه وانت جميل. اهلاوي ده؟ اهلاوي طبعا. طبعا الثالثه شمال يا استاذه، الثالثه شمال ما يتخيرش عن حضرتك في حبه للنادي الاهلي. انا عارفه بس بنكشه طبعا. كل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية، وقولي لنا النهاردة بقى عملتي إيه وفطرتي مع مين أستاذة ندى، عايزين نعرف برضو. لا لا عادي يعني، أنا زي كل حد في رمضان. العيلة بقى كلها. العيلة والناس واللمة الحلوة الجميلة، ورمضان حلو في مصر. أجمل صح رمضان. صح دي نقطة فعلا. وطقوسك الرمضانية بشكل عام عاملة إزاي نجمتنا الجميلة؟ والله يعني يومي عادي، بصحى بدري وبنام بدري، واصحى على الفجر عادي يعني، مش بنام للمغرب يعني. أوكي. لا عادي يعني، اللي هو حياتي بتبقى هي بس طبعا دخول المطبخ زياده بقى شويه، انت عارف رمضان ده بتاع الاكل بتاعنا يعني. صحيح. طب استاذه ندى عايزه بس اسالك، لان احنا كنا بنتكلم مع استاذ بيومي دلوقتي على فكره الدراما وحجم المسلسلات الكتير جدا اللي موجود، وده اكيد ليه شكل ايجابي جدا قوي يعني مدلول ايجابي، ما حدش يقدر يقول حاجه، بس ايه المسلسلات اللي شايفه انك هتتابعيها وهتقدري تتابعيها مثلا السنه دي؟ لا انت لسه ما تقدريش، احنا بنقعد كام يوم نشتغل عشان نحدد بعد كده بنقعد نتابع. بس يمكن مثلا الاختيار مثلا الجزء الثاني فممكن يكون الاختيار اكيد اوبليجاتوار يعني، ده لازم، ده عمل وطن جميل، والجزء الاول كان حلو قوي. صحيح. والجزء الثاني باين طبعا انه حلو، ما تخليش المسلسلات تخطفك بس من متابعه قناه الاهلي يا استاذه. لا لا الاهلي ده انت نجمه اهلاويه اصيله ودايما حريصه على متابعه القناه. جمنا وقريب قوي لعيد ال 114 بتاع الاهلي، ان شاء الله تهنئه خاصه جدا ان شاء الله للنادي الاهلي والكيان الاهلي، وبيومي فؤاد منور وجميل وكل اعماله حلوه، وانتوا كمان منورين كل سنه وانتوا طيبين. حبيبتنا استاذه ندى، وان شاء الله هتكوني معانا في حلقه، وبنقول لحضرتك وللجمهور ان كل يوم ان شاء الله في برنامج يعني رمضان في الاهلي احنا معانا افكار جديده وضيوف ومفاجات كمان، خليني اقول لك بقى، فتابعونا ان شاء الله. بنشكرك مره ثانيه استاذه ندى، شكرا ان شاء الله. ثانك يو ميرسي لكم كلكم، كل سنه وانتوا طيبين. وحضرتك بصحه وسلامه، نورتينا وشرفتينا، وعوده نجمنا الجميل بيومي فؤاد. وعايزين نعرف منك بقى الاكله رقم واحد بالنسبه لك في رمضان، سواء فطار او سحور، ما ينفعش يكون قعده سفره من غير الطبق ده بالتحديد، او الصينيه دي، او البرام ده، زي بقى بتيجي معاك. شوف، هو تقريبا كل الاكلات ممكن ناكلها على مدار السنه الا حاجتين. انا لو مش موجودين ممكن اعمل مشكله. ايه بقى؟
انا عمري ما اكلت قطايف الا في رمضان. اه بطبيعه الحال صحيح. فما ينفعش يوم يعدي من رمضان ما اكلش قطايف. ما يصحش. اه مظبوط. والقطايف هي اللي متخناني. يعني بألف هنا بقعد 30 يوم اكل قطايف فبيكفي بمعدل كام واحده في اليوم يعني؟ لا لا انا لو حلوه ممكن ادوس في كيلو. العصافير الصغيره بتاعت زمان برضو من حاجات برضو اللي شويه اختفت للاسف دلوقتي الوضع خلف. لا لا موجود. وكنافه بالنوتيلا موجوده. لا لا انا ما عنديش بقى. انا ضد التطور في الاكل. وانا معاك برضو والله نفس الفكره. الكنافه اللي ربنا خلقها طبعا بتاعت ام الله يرحمها دي. والقطايف اللي ربنا خلقها صحيح كان على يعني كنا ممكن نعملها مره بزداني مره بزبيب وجوز هند ربنا فارجها. ما بنبعدش قوي يعني. مره ما اعرفش الكلام ده بتاع. لكن دلوقتي انا ما عنديش مانع انها تبقى باي حاجه بس تبقى الحشو بتاعها اللي هو يعني اقرب اللي بتاع زمان. في بندق في جوز هند في زبيب في الكلام دوت ماشي. لكن تقول لي بالجبنه ماليش فيه. بالنوتيلا ماليش فيها. الحاجات دي ماليش فيها خالص يعني. الحاجه الثانيه الترش البلدي. الترش البلدي. طبعا البلدي ده بقى ده كينج السفره. كينج السفره. الاثنين دول ما ينفعش يوم في رمضان يعدوا بكذا. تمام. احنا بناكل فول طول السنه وانا بحب اكل فول في السحور. هو اللي بيصمد زي ما بيتقال يعني. تمام. بس انا بقالي سنه من السنه اللي فاتت وناوي اعمل كده السنه دي باذن الله. افطر براحتي اخد راحتي في الفطار وفي السحور لاني ما بجوعش في الفطار. انا بعطش بس. باكل زبادي لايت. لا زبادي النهارده مش هياكل معانا. ما احنا عاملين سحور ايه النهارده؟ لا ده موضوع احنا مكلفين جامد يا. انتوا عاملين سحور؟ احنا عاملين ده. احنا هنطلع فاصل ونرجع هنستقبل بقى الشيف معانا. انا سمعت ان حضرتك بتعرف تطبخ كويس جدا. دي اشاعه ولا حقيقه؟ دي اشاعه مغرضه. اشاعه مغرضه. مغرضه مغرضه. واضح ان مفيش حد فينا بيعرف يطبخ فاحنا نتفرج بس. نحمد ربنا ان هيكون معانا شيف كمان شويه. فاصل سريع جدا ونرجع مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه مع النجم الجميل ومش مبالغه يا جماعه. الناس كلها بتحبه والله ما شاء الله يعني. قليل لما يبقى فيه شخصيه كل الناس بتحبها بنسبه هنقول 99% وبرده مش ببالغ بجد. صغيرين كبار عواجيز متجوزين متطلقين اي حد بيحب استاذ بيومي فؤاد. هنكمل فقرتنا مع استاذ بيومي وبس خلينا نرحب بالشيف الاستاذ احمد الدالي. اهلا يا شيف مساء الفل. واحنا هنسيبك بقى. ماشي الشيف محمد الدالي. اهلا بحضرتك. بابن حضرتك كمان حسن وجدير بالذكر حضرتك برده عشان تعرفوا ان النادي الاهلي حاضر معانا بمنتهى القوه. الشيف محمد الدالي هو شيف النادي الاهلي. منورنا كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا فندم. كل سنه والامه الاسلاميه طيبين وانتم طيبين وجمهور النادي الاهلي طيب. امين. ومصر كلها طيبه وخير. أمين. ان شاء الله. هنتسحر سحور صحي ولا هنتسحر سحور حلو؟ لا صح احنا بنعمل اللعيبه. هايل جدا. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا استاذ محمد. ايوه عندنا فول وطعميه وبيض. هنجي لك على فكره. احنا مش هنسيبك. يعني الموضوع مش هيقتصر على الزبادي بقى. لا مش زبادي بس. اللعيبه بياكلوا فول وطعميه زينا. زي الفول. سؤال كويس جدا. استاذ بيومي بيسال اللعيبه بياكلوا فول وطعميه زينا فعلا؟ لو في كنا في رمضان وفي سفريه كانوا بياكلوا فول بس طعميه لا. طعميه لا. ممنوع الحاجات اللي بتتقل دي اللعيبه. لكن الفول ده اساسي حتى في الفطار عندنا بره في الفول اساسي. حتى لو المدرب خواجه ما فيش مشكله. لو خواجه كان جوزيه وكنا بنجيب فول والله. فول ده بروتين. ايوه تمام تمام. فمغذي كويس. طب سحور البشاميل والسمبوسك والحاجات دي ما فيش؟ لا اللي هو بيبقى من الفطار بقى. لا ده ده فطار بس. استاذ بيومي برضو. طيب احنا برضو عايزين نفكر الناس بسؤال السوشيال ميديا. اللي من حضراتكم عنده اي سؤال حابب يتوجه بيه للنجم الجميل اللي منور الدنيا النهارده بيومي فؤاد. احنا مع حضراتكم طبعا من اول الحلقه ويعني في الجزء الاخير من حلقه النهارده ان شاء الله هنسمع بقى الاجابات من النجمنا الجميل بيومي فؤاد باذن الله. يلا والناس عايزه اقول لك ابتدت تبعت من دلوقتي بشكل كبير جدا يعني. طبعا بس على كل حال احنا في اخر فقره هنتكلم فيها يعني بشكل كده اكثر يعني تفصيلا. وانا لو تسمح لي بقى عايزه اروح مع حضرتك لنقطه برضو بما ان احنا اتكلمنا عن الدراما. فكره هنا الفوازير ليه لحد دلوقتي من وجهه نظرك ما فيش فوازير نجحت من بعد نيلي وشريهان اللي هي بنتكلم في التسعينيات؟ ايه السبب؟ عشان التكلفه دلوقتي هتبقى عاليه قوي. يعني زمان الفوازير كانت بتتعمل بتكلفه وكانت مكفيانه وكانت عجبانة جدا. رغم ان مثلا التصوير بتاع او الخدع او الجرافيك بتاع زمان كان كبرهم كروما. تمام كبرهم كروما بالظبط. زي ما بقول لحضرتك دلوقتي ما ينفعش في الفوازير. بس زي الافلام التاريخيه اللي اتعملت زمان كده. صحيح المقارنه ظالمه يعني وكل حاجه بس طبعا. التكلفه دلوقتي للفوازير لاي حد يعمل فوازير هتبقى عاليه جدا. عشان كده الكبير قوي فضل بديل للفوازير. خمس سنين لهفه بديل للفوازير
نيلي وشريهان، يعني الحاجات الكوميدي صح. اللي ما اعرفش ايه كانت الناس بتحب تتفرج عليها على الفطار بديله للفوازير. ومع هذا برضو بنشوف يعني سواء مسلسلات او حتى برامج ذات ميزانيات سخيه جدا. يعني طب ايه المانع؟ ما طالما كده نفس الكلام ده بيتقال حتى على الاعمال الاستعراضيه، السينما، فيلم سينما استعراضي او غنائي. دايما بتلاقي حتى المنتجين نفسهم يقولوا نفس القصه دي. طب ومع ذلك بنشوف لهم انتاج سخي جدا في اطر مختلفه جدا. نتمنى يعني احنا نتمنى، وفي مخرجين يعني مش عايز اقول لك، وفي نجوم ينفع جدا يعملوا الفوازير تبقى حاجه جميله جدا طبعا. بس هو زي ما بقول لحضرتك اعتقد انها تبقى التكلفه عاليه. البرامج اللي حضرتك بتقول عليها في تكلفه عاليه جدا، كانت البرامج بتاعت المقالب او البرامج الاخرى والكلام ده، دي سكه تانية خالص في الصرف. صحيح. طب ممكن اسال بقى سؤال معلش برضو في السينما مصر، يعني في حاجات بقى عايزين نعرف اجابات بما ان حضرتك برضو معانا. فكره البطوله المطلقه زمان كان في تركيز قوي ان يبقى لازم بطل وهو البطل المطلق والباقي مساعد. دلوقتي اعتقد ان الموضوع مش كده، بطوله جماعيه ممكن نتكلم، بقت هي المنتشر اكتر. حضرتك مع ولا ضد ولا مش مع وضد اصلا، وشايف ان ده ناجح وده ناجح؟ يعني خلينا نعرف برضه. انا مع جدا، لان مع ديت خلينا كلنا ناكل عيش. ودي حاجه كويسه. انا مع جدا، وزي ما كل الوسط بيقول ان اللي بدا الموضوع الفنان الكبير محمد هنيدي في اسماعيليه رايح جاي، من بعدها اصبح النجم السوبر ستار او البطوله المطلقه ما راحتش خالص للجان. تمام. كان زمان الجانات السينما هم اللي بيبقى البطل طبعا. وكل بعد كده الادوار الثانيه او الكلام ده. دلوقتي لا، وبعدين في ثنائيات وثلاثيات كمان. صحيح. شيكو وهشام وفهمي لما عملوا سمير وشهير وبهير والحرب العالميه الثالثه، عملوا الحرب العالميه الثالثه وعملوا الحاجات دهيت، لا ما بقاش بطل واحد وافلام ناجحه، ما بقاش يعتمد على بطل. احيانا كتير جدا ممكن تتفرج على الفيلم ما تعرفش مين بطله في الافلام اللي احنا بنعملها دلوقتي يعني. صحيح. طب يعني هل حسبتك انت شخصيا في النقطه اللي نهواند كانت بتسال فيها دي اختلفت بعد ما بسم الله ما شاء الله خلاص في جماهيريه طاغيه وفي شعبيه كبيره جدا وفي درجه محبه ومعزه عند الناس كلها؟ حضرتك من الناس اللي مريت بالمرحلتين، مرحله المشاركه في عمل فني كضيف شرف وبرضه من ضمن الامور اللي ربنا يديمها نعمه عليك ان حتى لو طلع في مشهد واحد بل وفي جمله واحده الحمد لله بقيت بطل من ابطال العمل ومن عناصر الجذب عند المشاهدين. هل الحسبه اختلفت بالنسبه لك؟ هل عدت عليك لحظه قلت لا انا بالنسبه لي يعني المفروض بقى اكتفي بهذا القدر مثلا من المشاركه كضيف شرف وابتدي اغير بقى البلان وابقى بطل مطلق في عمل، ولا الحسبه دي ما خطرتلكش على بال؟ ما حصلش ولا لحظه في حياتي، بس للاسف هيحصل. وانا بقول للاسف ليه؟ لان انا طول عمري بقول ان الممثل اللي بيعمل بطوله مطلقه لما يجي دور تاني حلو جدا هو مش هيتعرض عليه الدور ده وهيتكسف ويعرضوا عليه الموضوع ده، لان هو ممكن يوافق. يعني انا عملت كابتن انوش ودي تعتبر يعني مش بطوله مطلقه، المسلسل اسمه كابتن انوش وانا كابتن انوش. الشخصيه طبعا اسم الشخصيه فانا بطلها طبعا. في نفس السنه عملت عمل كتير جدا الاشتراك معه زي ما بيتقال وضيف شرف وحاجات كده. خفه يد كنت انا برضو يمكن اول اسم في الموضوع او انا البطل في الموضوع، عملت اعمال كتير جدا جنبه. اكم من مسلسلات عملتها كده، بس انا مش حابب عشان اللي بقول لحضرتك عليه ده، بس بقول للاسف ليه؟ بدات اتعب. ده حقيقه. فللاسف رايح للسكه بتاعت ان انا اعمل مسلسل واحد في السنه. انا بقالي كتير جدا بتعرض عليا من منتجين، علي اجرك يا بيوم ويعمل عمل واحد. علي اجرك يا بيوم ويعمل عملين بس. علي اجرك يعني المنتجين اللي بيقولوا. يعني المنتجين اللي هيدفعوا البيوم. والله العظيم هم اللي بيقولوا علي اجرك واعمل ما اعرفش كذا. انا ما بحبش اقول لحد لا. اصل هي كمان وليه حبايب كتير تخوف، خلي بالك يعني حتى عبر التاريخ من قديم الازل، حد زي مثلا نجم ستيفان روستي. برضه من نجوم الصف الثاني عبر تاريخ السينما المصريه. لما فكر يعمل بطوله مطلقه في فيلم كان مش فاكر اسمه حلا سادات. مين؟ ستيفان روستي. ستيفان روستي. ستيفان روستي انا فاكر عبد السلام ده. لا كان عمل ستيفان روستي عمل وما لقاش استحسان خالص عند فالخطوه دي ممكن تبقى بتخوف صاحبها كمان. بالظبط. بالظبط. بس انا جربتها وكلت. ما عندهمش مشكله يعني تمام؟ اللي كان الكوميدي ولا كان الجد ولا كل جربتها. وانا لو لا قدر الله عملت البطوله المطلقه وما نجحتش مع الناس وخدت شعبيه مع الناس في حاجات اقدر ارجع تاني، انا ما عنديش مشكله. اصل
اصل حسبه الشباك ملهاش علاقه بان انت جيد ولا حسبه كمان الريت في الكلام دوت ونسبه المشاهده والكلام ده انا برضو اعتقد ان ملهاش. في مسلسلات كتير جدا بتتظلم في السيزون وبعد ما تتشاف بعد رمضان صح. تكتشف انه مسلسل واو وانه احسن مسلسل كان المفروض يتابع انك تتابعه. حصلت كتير تمام. فحصلت كتير جدا صحيح. في مسلسلات اتظلمت او اتفرمت في وسط السيزون والكلام ده. بس استاذ بيومي احنا هنطلع فاصل بس انا السؤال عشان برضو ايه يعني اقوله لحضرتك قبل الفاصل ونجاوب بعد الفاصل مفيش مشكله. بس بجد حضرتك من الناس او يمكن الظهور في الاول كان كوميديا ولكن حضرتك ليك قدره كبيره في انك تعمل دراما تعمل تراجيدي تعمل شرير صح ولا لله. غلط؟ الحمد لله رب العالمين. نروح فاصل وهنرجع نتكلم في النقطه دي تحديدا لان احنا بنتكلم في مش فنان مشي على خط واحد ان في بعض المنتجين للاسف الشديد بيظلموا الممثلين ان هم بيحطوهم في اطار واحد لو نجحوا فيه ولكن دلوقتي من الذكاء جدا ان الممثل اعتقد يفرض نفسه وانه يخرج بره القالب اللي بعض المنتجين بيحطوه فيه للاسف الشديد برضو هرجع اقول ظلم ممثلين كتير عمالقه بلا ذكر يعني اسماء. فاصل سريع ونرجع نكمل. هو كل تمثيله تحفه وانا عن نفسي بحبه جدا 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 وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. اخر فيلم ليه كان وقفه رجاله يعني هو موتني من الضحك وهو تحفه جدا وجود لك. اخر فيلم انا دخلته له كان بتاع وقفه رجاله وصراحه بنتي دخلته مرتين فيعني هي كلها افيهات بتاعته يعني انا حتى يعني ما اقدرش امثل لكم بالظبط هو بيعمل ايه بس طبعا فاكراه كل الفيلم حلو جدا يعني. فيلم حسن وبولس كان بيناديه كده وبيقول له ولد قول لي يكتع قال له لا قال له ليه قال له نكتع منك. فيلم كويسين لما كنت تقول لعمرو وهبه احنا بعاد قوي يا لطيف. احنا بعاد قوي يا لطيف. في فيلم هنا وسرور لما كان قاعد مع محمد امام وبيتكلموا على تفاصيل الجواز فقال له طب انا هقوم بقى دلوقتي قال له رايح فين يا بابا قال له لا ابدا هروح حمام قال له هتعمل ايه في الحمام قال له اروح اصور ورق. اول فيلم بيومي فؤاد بصراحه احنا بنحبه جدا هو بيطلع في كل حاجه ومفيش حد ما بيحبوش بصراحه هو بيدي افيهات في كل وقت وفي مسلسل الكبير قوي يعني كلنا حبيناه بصراحه. فاكر له في الكبير كان بيقول يا كبير ماما حامل في الكبير قوي لما قال له مامتك حامل. امير كرارة دخل عليه النايت كلاب فبيقول له انا هخش معاك انا عاوز اخش فبيقول له لا الكلاب ده بيخشوه بجوج فراح قال له شنبك ده قال له شنبي قال له بتعمل بيه قال له انا باخده في مشاوير الصغيره. ده كابتن قالوش ده كان مسلسل جميل جدا يعني انا بحب انكل بيومي فؤاد. زي ما حضراتكم شفتوا كده وتابعتوا معانا من خلال هذا التقرير مش مجرد درجة محبة عالية جدا ربنا يزيدها يا رب كمان وكمان ده الناس كمان حافظة كل الإفيهات اللي قالها النجم الجميل بيومي فؤاد في كل أعماله التلفزيونية والسينمائية المختلفة ربنا يديم عليك محمد الله. الناس يعني حاجة بجد عظيمة جدا. عايزين بقى نرجع للنقطة اللي كانت نهواند بس قبل ما نرجع نقول آخر إفيه بتاع امبارح أنهي يا ابني هتموتني ناقص مباراة ناقص ماتش ناقص ماتش جميل جدا. طيب احنا كنا وقفنا مع حضرتك عند سؤال سألته لك نهواند قبل الفاصل فكرة التخصص وطبعا طبعا طبعا لما نقول النجم بيومي فؤاد أول حاجة تتبادر لأذهان الكل الكوميديا ولكن هي فعلا برضو عندها حق في النقطة اللي بتتكلم فيها فعايزين نعرف رأيك إيه فكرة إن يبقى في حصر للفنان لأنه أجاد قوي في لون معين فيتحصر في اللون ده. أنا ما كنتش أتمنى إن أتصنف وكنت حريص كل الحرص إن ما أتقالش عن الفنان التراجيدي ولا الفنان الكوميدي ولا الكلام دوت من منطلق إن إحنا زمان قوي وإحنا عيال صغيرة كان فنانين كبار وعظام يطلعوا يقولوا لنا الفنان يعمل كل حاجه. فالفنان يعمل كل حاجه ده كلام بيتقال ولا ده فعل؟ لو فعل يبقى الفنان يعمل كل حاجه. وشفنا احمد زكي رحمه الله عليه وشفنا كتير قوي الفنان يعمل كل حاجه يضحكونا ويبكونا ويعملوا سيريس وكل الحاجات ديت يعني. فكنت حريص كل الحرص لاني جاي من مسرح والمسرح احنا نعرف نعمل كوميدي مهما كانت المسألة مأساوية بدون ما نجرح مشاعر حد. يعني لما يعني كنا طلبة في سنة الزلزال عملنا مسرحيات لها علاقة بالزلزال كنا بنضحك جدا من غير ما حد ياخد يمسك علينا أي حاجة في الدنيا إن إحنا نتريق والزلزال في ناس ماتت والله لفظ وفي مصايب كتير وفي كذا مسرحية جوه جامعة جوه كلية فما ينفعش فبنعمل اللي هو البلاك كوميدي بنعرف ازاي نضحك من المأساة
نعرف ازاي نضحك من غير ما نضايق حد، نعرف ازاي نضحك بموضوعيه زي ما بيتقال. فانا جاي من مسرح كوميدي وبتصنف كوميدي بره. عمري ما عملت مسرح جد. لا عملت، انا اسف، في مسرح الجامعه دايما المسرحيات اللغه العربيه الفصحى الجد. وروايات عالميه مترجمه. وروايات يعني. عالميه وكل طبعا. الكلام ده هو جد. نعمل هاملت، نعمل اي حاجه لشكسبير طبعا. جد. بس المعظم من بعد ما اتخرجت كل المسرحيات اللي بنعملها كوميدي، كوميدي فرس كمان. فكان الرهان بقى اللي بيني وبين نفسي، هل زي الناس ما ضحكت لي وصدقوني ان انا بعرف اضحك، هل لما اعمل جد هيصدقوني؟ عشان دي مشكله، دي عقبه. طب انا استاذنك في حاجه، ما تيجي نسمع اجابه على السؤال ده شخصيا من نجم جميل، واحد من محبيك، واحد برضو من الاهلاويه الجامدين جدا قوي. احمد التهامي، كل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين. منورنا. كل سنه وانت طيبين، كل سنه وانت طيب يا كريم، كل سنه وانت طيب يا نوند، كل سنه وانت طيب يا رب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه طيبين وشهر كريم عليكم يا رب، وعلى كل الأمة الإسلامية وعلى جماهير النادي الأهلي. أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. إحنا كنا بنسأل دلوقتي سؤال عايزين نسمع منك أنت شخصيا الإجابة عليه، هل لو شفت النجم بيومي فؤاد وهو أحد أيقونات الكوميديا، لو شفته في مسرحية عالمية مثلا حاجة من شكسبير أو أي عمل جاد بعيد كل البعد عن الكوميديا، يعني هيبقى انطباعك إيه؟ لا يعني أنا عايز أقول إني طبعا ان الكوميديا دي اصعب شيء جدا وشيء صعب، حاجه مش سهله. والممثل الكوميديان وطبعا شفنا الاستاذ عادل امام تاريخه الطويل واعماله كوميديه، ان عمل افلام دراميه وافلام دراميه صعبه، ويعني شفنا طيور الظلام، ويعني وشفنا حب في زنزانه، يعني حاجات كتير جدا. وطبعا في الجيل بتاعنا النجم احمد حلمي كمان لما عمل اسف على الازعاج وعسل اسود، ويعني فطبعا انا يعني الكوميديان يقدر يعمل اي حاجه. واستاذ بيومي انا يمكن شفت له حاجه يمكن مش هقدر اقول عنها طبعا، لا ده ممثل تقيل وممثل انهيار تقيل، مش بصراحه مش انا اللي هقدر اقول الكلام ده عن بيومي فؤاد. بيومي يعني من الممثلين الجامدين واللي انا بحبهم كمان على المستوى الشخصي، ويمكن جمعنا مع بعض شغل كتير واشتغلنا مع بعض. فطبعا انا يعني انا نفسي بقى اشوفه كمان على المسرح ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد باذن الله. وزي برضو ما قلت الاستاذه ندى بسيوني، ان شاء الله تنورنا هنا. انت من الاهلاويه الجامدين جدا. ده الفيديو دي التيك توك اللي احنا عملناه يا احمد مش عارفه وصل مليون دلوقتي، كان مجرد دقيقه بس كسر الدنيا بصراحه. عشان جماهير الاهلي كتيره وجماهير الشياطين الحمر، والشياطين الحمر دول الوحيدين اللي بينشطوا في رمضان، دول ما بينزلوش تحت الارض ولا حاجه. صح كده. طب احمد قول لنا برضو، الناس اكيد حابه تعرف يعني اول يوم انت فطرت عند مامتك ولا عند حماتك، ولا يعني الحاجات البسيطه اللي بتفرق مع المصريين دي انا عارفه، فقول لنا برضو اول يوم ايه الاخبار. والله حقيقه انا يعني رحمه الله على والدتي، بس والدي هو اللي عايش، فكلنا بنتجمع حقيقي مع بعض عند الوالد، وانا واخواتي وولادي وكل الاسره، وبيعملوا بقى افطار مع كلهم مع بعض، اخواتي ومراتي، وبنتجمع كلنا مع بعض وفي اجواء لذيذه. يعني يمكن احنا برضو في وقت ان احنا بنصور في رمضان، بس هي قرروا السنه دي ان احنا ناخد اول يوم نقف عن التصوير، ويبقى اول يوم في رمضان كلنا نفطر مع اسرنا. حلو حلو. ونبتدي شغل من بكره ان شاء الله. ربنا يكرمك ويوفقك. احنا شفناك بتاكل دراميا قبل كده، شط ما يتنسيش. أيوة. في التجربه الدنماركيه انت بتفطر بنفس الكميات دي ولا ده شغل سيري؟ ده سؤال كويس جدا على فكره. والله التجربه يلمني جدا على فكره. كل سنه وانت طيب يا محمد، دورت الدنيا رمضان. بس لازم تكون معانا ان شاء الله في يوم ونتسحر مع بعض ونسعد بوجودك معانا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك. انت اخويا وحبيبي، ويعني انا وسعيد جدا ان انا اكون معاكم. ان شاء
شرف ان شاء الله. يعني رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك. الله اكبر. مع السلامه. يعني ليه بقى السؤال الاخير ده؟ لان احمد من الناس الرياضيين جدا. والناس الرياضيين دايما يقول لك ايه، انا ليا طقوس في رمضان، انا هفطر مش عارف ايه وبعدين ايه وبعدين، مش بتاعنا الكلام ده بقى استاذ بيومي. كنا بنعمل مسلسل انا وهو، كنا بنصوره كله في رمضان تقريبا، كله في رمضان رغم انه بيتذاع في رمضان. بدانا قبل رمضان باسبوعين ثلاثه كده، عملنا كام حلقه وبدانا بقى متاخرين جدا. فبنصور يوميا في رمضان انا واحمد توامي، في يومين مع بعض كنا، وهو رياضي جدا وهو بيروح الجيم يوميا وبيعمل حاجات كتير قوي. فانا نزلت له في يوم، انا كنت بحب اهزر مع احمد دايما ان هو ايه، اضربه وعارف ان هو مش هيقوم يمد ايده عليا، فاقعد اضربه بالبنيات والكلام ده وبتاع تمام، وبقول له ربنا بيحط فيكم سكينه، بفكره يعني بيحط فيكم يا اخي سكينه تستحمل امثالنا والكلام ده، وافضل اضرب فيه. فبقول له دلوقتي يا احمد انا بتسحر زبادي وما بخسش. قال لي بتاكل ايه مع الزبادي؟ سلطه ايه بالظبط؟ قلت له لا ما باكلش سلطه مع الزبادي. قال لي بتاكل ايه؟ قلت له قطايف. جاوبك بقى ولا يضحك كميه ضحك يومها. قال لي وعاوز تخس؟ قلت له انا باكل زبادي يا اخي، اعمل لك ايه تاني يعني. بس حضرتك بتجمع بين الزبادي والقطايف فعلا. وقطايف ايه بقى؟ بايه قطايف بقى؟ اللي ربنا يرزقه بقى، ربنا بقى لي. القطايف ميكس غريب جدا. قلت له باكل يعني كيلو كيلو ونص كده ولا الكلام ده يعني، مع الزبادي. وبره قلت له لا انا باكل زبادي بس والله ما فيش اي حاجه، وبرده ما بخسش. فقال لي لازم، هو بقى اللي علمني موضوع الزبادي اللايت. انا كنت فاكر انه مجرد باكل زبادي ايا كان شكل الزبادي هخس. وخلاص، ما هي زبادي يا جماعه يعني اعمل ايه تاني؟ قال لي لا، الزبادي فيها دسم يا بيومي، والزبادي فيها ما اعرفش كذا، والزبادي فيها كذا، لازم تاكل زبادي لايت عشان تخس. كل معاها خيار، كل معاها كذا. فانا فعلي السنه اللي فاتت عملت ولا ما طبقتها؟ خدت بالنصيحه والله، لان السنه اللي فاتت زي ما بقول لحضرتك كنت بفطر اللي على هوايا مزاجي واتسحر بس زبادي وسلطه. اقول لحضرتك على حاجه حلوه قوي بقى كمان، زبادي لايت اعصر عليه ليمون. تمام. بس على فكره ده بجد وصفه سحريه، بس النام بقى بعد كده. وحتى انا قال لي كمون، فبحط كمون ولبون على حرق الدهون يعني، التفصيله بتاعت كله ماشي مع بعض. بنفس السجع فعلا. طيب احنا نطلع فاصل بقى بعد اذن حضراتكم ونرجع مره ثانيه، عشان كمان الروايح ابتدت تهل علينا. هنروح ودي حاجه مطمئنه جدا ان شاء الله نسعد بصحوب يا شيف محمد. الاخبار ايه؟ ادينا فكره بس كده بنطلع فاصل. النهارده السحور ايه؟ السحور ان شاء الله يبقى في ميكس جبن، في سلطه خضراء، في فول، في طعميه. الله. عيش بلدي، عيش في زبادي، في عيش بلدي، في الشامي زي الفل، في قطايف، في قطايف بس بقى زي بس فول. بقى يا جماعه كده اكتملت المنظومه. شوف الابتسامه اللي جت على الوش. احنا كده بنطلع الفاصل واحنا ايه يعني ضميرنا مستريح، ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع نجمنا الجميل بيومي فؤاد. اتفضل. انا حبيت البرنامج. انت منور البرنامج. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد للاهلي في رمضان، حلقه الافتتاح اللي يعني منورنا من خلالها النجم الجميل بيومي فؤاد. والموضوع اتصعد اكتر بكتير من اللي انا كنت متخيله. نهاوند قررت بدون اي سابق مقدمات اقتحمت المطبخ ولبست جوانتي وبصدد عمل الطعميه. الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده مظبوط جدا. وعشان خاطر عيون استاذ بيومي ربنا يخليك بجد والله، انا النهارده هعمل لحضرتك الطعميه بايديا، بس هنعرف من الشيف بتتعمل ازاي. فهنعمل ايه بالظبط؟ بالظبط ادي الكزبره والسمسم. ماشي. ميه بسيطه. هنشيل كزبره وسمسم. ايوه. وهناخد حته كده بس خلاص. تمام. حاضر. سلام يا ميسيو. طبعا من فوق كده ممكن نعملها مدوره، ممكن نعملها مربعه، وممكن نعملها كل حاجه احنا عايزينها مدوره. هتغير هويه الطعميه اللي احنا قاعدين بنستنيها من اول الحلقه. استاذنك مدوره في المدور ارجوك. شو انا فهمت استاذ بيومي عايز ايه؟ بص اهو وارميها بقى. بس لا الزيت يسخن سنه كمان. طيب ارميها في الزيت. وتخلص في البصل. بس ما تشيلش زيت كتير. بصوا يا جماعه المشهد جميل ازاي. اصل الرك على فاهمين ازاي. اهو. طب ما تحطيها في الزيت وربنا يراك الفكره دي فعلا. ما هو الشيف قال استنى شويه والله. طب استاذ بيومي بجد بالمناسبه حضرتك بتعرفش تطبخ حاجه خالص؟ بعمل بيض مقلي. بيض مقلي مكرونه بانواعه بقى والكلام ده. بعمل مكرونه بسخن فول. لا 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 وبعمل فول. اوكي. طب تعالى حضرتك عاملين واحد بيض. طب يلا والله. ايه رايك؟ الطاسه جاهزه اهي. يلا دي برضو تبقى فكره لطيفه جدا جدا. هي كلها العشاء والفطار سهلين، تقريبا بس الرز والحاجات اللي في النص دي بتبقى صعبه يعني. الزبده فينا جميل مطمني. وهات الزبده. انا عايز اوصل لده. هي الطعميه بقى بتتخن يا شيف قوي؟ طبعا. عشان السمسم نلغي السمسم. هنعمل بيض هنا؟ بس ماشي هنعمل بيض هنا.
طب انا عايز اسالك نجمنا الجميل بيومي فؤاد، وانتوا بتعملوا الطعميه الحلوه دي، وبما اننا قاعدين في حضره النادي الاهلي وبرنامج 10 برنامج 10 الصبح برضه مسيطر عليك برنامج الصبح كريم، الاهلي في رمضان، احنا دلوقتي في الاهلي في رمضان. عايز اسالك على لو تخيلنا كده جدلا ان واحنا عارفين ان كل لعيبه النادي الاهلي كلهم حبايبك وكلهم من محبيك وعشاق يعني عشاق فنك، وانت عارف تركيباتهم الشخصيه واحد واحد، لو افترضنا ان هم هيشاركوا في اعمال سينمائيه، مين في رايك اللي ممكن يعمل دور كوميدي ومين اللي ممكن يعمل دور اكشن ومين اللي ممكن يعمل دور تراجيدي؟ انا ماشي يعني البتاع بيتقلب. كوميدي سعد سمير. كوميدي سعد سمير، اه حلو، يضحكني جدا، جميل، هو جميل. اه طيب واكشن؟ اكشن ممكن وليد سليمان. وليد سليمان برضه عشان نوسع لك القماشه بتاعت الاجابه من الاجيال المختلفه، يعني مش لازم بس يا سلام بجد. ايوه والرومانسي الحالم. الرومانسي الحالم، دور الرومانسي الحالم. اجاوب انا بقى على دي. يلا تمام كده. الرومانسي الحالم نسيبه بقى شويه. اه طبعا الرومانسي الحالم ممكن، اصل يعني الرومانسي انا رايي الرومانسي الحالم محمد هاني. محمد هاني او الصقر بقى احمد حسن عشان شكله حلو كده. اه انت قلت في اجيال قديمه. اه اي اوكي يمشي جدا الصقر. اوكي اه وشريف عبد المنعم. كابتن شريف عبد المنعم انت جبت والله سيره حد يعني من اعز الناس والله. تراجيديا تراجيديا اللي هو احزان بقى ودموع، مين ممكن يبقى ملائم في الشخصيه دي؟ انا رايي تراجيديا ممكن علي معلول. اشمعنى؟ عنده رياكشن كده، عنده رياكشن بحس مش عارف ليه احنا هنتغلب واحنا بنبقى كسبانين وزي الفل، انا بعشقه. جميل. اه وعنصر طمانينه كده وانت قاعد بتتفرج على ماتش تليفوننا بقى. من الناس اللي دايما. ولو فيلم رعب؟ طيب لو فيلم رعب. رعب لو فيلم رعب استاذ بيومي. نعم يا فندم. هنقلبه تيجي حضرتك تقلبه؟ طب اه طب هقلبه لك مره. طب اتفضل. طب ماشي القلبه دي ما تخافيش. انا بس عايز استاذنكم في تفصيله كده عشان ورد الينا حالا هذا النبأ العاجل. خيرا. قررت اداره النادي التقدم غدا باستئناف لاتحاد الكره ضد العقوبات الصادره عن لجنه الانضباط بشان لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الاهلي ورموزه وجماهيره عقب مباراه الفريقين بدوري الشباب اللي اقيمت بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. جاء قرار اداره النادي تعبيرا عن رفضها للعقوبات الصادره التي لم تتصدى للانفلات السلوكي ولم تنصف القيم الاخلاقيه ولم تكن راضعه ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي نادي الزمالك بحق الاهلي وقياداته وجماهيره، كما ان هذه الخروقات غير الاخلاقيه تكررت كثيرا من بعض اللاعبين المدانين الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحه العقوبات. وإن كانت إدارة النادي تريد أن ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق وفي السلوك وتقديم النموذج السيء للشباب الذي لن يجني المجتمع من وراءه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير، كما تؤكد إدارة النادي في استئنافها المقدم غدا على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة 16 من لائحة الانضباط والأخلاق التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغائها أو تعديلها طبقا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء النظر للاستئناف إلا بعد مرور 10 أيام وهي مدة الطعن المقررة قانونا لأطراف الشكوى. ده خبر لسه وصل لنا دلوقتي حالا، و انا خدت بالي انه لفت نظرك الخبر وفي رياكشنات كده. ايه رايك انت في الكلام اللي بيتقال ده؟ فكره ان يبقى في النوع ده من التجاوزات، فكره ان ما يبقاش فيه يعني في امور معينه بتضرب الروح الرياضيه اللي هي اساس الرياضه في مقتل. انا اللي حزنني ان في رموز كبيره محترمه نادي الزمالك ترى ان في تجاوز بيحصل بقاله سنين وهم في حالة صمت تام، ترى ان في ضلال بيحصل وكلام بيتقال مش حقيقي وهم في صمت. الناس دي نحترمهم وما زلنا بنحترمهم، الناس دي فوق دماغنا رموز ونجوم كبيرة في نادي الزمالك وغير نادي الزمالك، لكن للأسف الشديد الكل بيتفرج. حالة الاحتقان
انا عندي 55 سنه عمر في حياتنا ما كان بيحصل ده. كان الزمالك بيكسب الاهلي كنت زي ما بقول لك عشان رمضان اروح امبابه وبلاو ابو العيله، بروح امبابه وبلاو ابو العيله عشان اشوف الاحتفاليه والكرنفال اللي بيحصل من الزمالك بيكسب الاهلي. انا زعلان ان الزمالك كسب الاهلي لكن بروح اقسم بالله يا كريم انا بفرح بسعد وبضحك من كم الحاجات اللي كانت بتحصل وما اعرفش مين. الكل بيضحك، الزملكاوي والاهلاوي والكلام ده وبتاع الكل. ايه ده؟ كان في المناوشات الحلوه الطبيعيه إيه بين الاهلاويه والزملكاويه. يا فندم احنا بنتشتم بامهاتنا لكوني اهلاوي. انا عمري ما غلطت في حد. صحيح. صح. عمري ما غلطت في حد خالص. وكان في ولد سارق صفحتي ودمه خفيف فمصرين ان انا واهلاوي فبيتريق على الزمالك لما بيتغلب. قلت يا جماعه انا شخصيه عامه وما ينفعش اخسر جمهوري من الزملكاويه. طبعا. ابدا. انا مش غبي عشان اعمل حاجه زي كده ابدا. ولما بهزر ان الاهلي كسب الزمالك او الزمالك اتغلب على الكلام ده بهزر مع اصدقائي على الواتساب فقط. وفي الفتره دي ما كانش عندي السوشيال ميديا نهائي وحلفت وقدمت بالدليل ورحت للمباحث الانترنت وقدمت شكوى في الولد وحاجات كتير جدا. والولد طلع قال انها مش صفحه والله العظيم ده كله تم وهم مصرين وكل الكلام ده. بنتشتم باغرز شتايم لكون اهلاوي. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ الزمن اللي بيتكلم عليه الفنان انا اسف يا كريم الولد اللي توقف ده اللي بيتكلموا عنه حته لاعب. صحيح. خساره. صحيح. خساره. وهي مش اول مره استاذ بيومي برضو دي مش اول واقعه منه للاسف الشديد. يعني صغير في السن ولاعب مفيش حد عاقل يقول له يا ابني محتاجينك. صحيح. مفيش حد عاقل بقت ايه طار. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فكرة ان النادي الاهلي من زمان دايما بيترفع عن امور معينة بس في وقت من الاوقات ما ينفعش بقى الرد نستمر واجب. فيه الرد بيبقى اوقات واجب بس بشكل يعني يليق بكيان الاهلي هو ده اللي احنا شفناه. فعلى كل حال انا حابة جدا يعني الرد اللي موجود ونتمنى استاذ بيومي زي ما حضرتك بتقول ده يختفي لان شيء بقى غريب جدا. وفكرة برضو فنان يبقى عنده اكونتس فيك دي حاجة يعني بتحصل للناس كلها. انا مش هقول ان انا ليا اصدقاء يعني زملكاوية. انا اخويا كبير زملكاوي بالظبط اقسم بالله زملكاوي وزملكاوي كبير. اختي كبير زملكاويه زملكاويه. نقعد نضحك ونهزر وكل الكلام ده ونتفرج على الماتش مع بعض طبيعي. طب احنا اخوات الاصحاب والاصدقاء كتير على الواتساب. انا مره الاهلي اتغلب في افريقيا اقسم بالله بصور قدام الكاميرا بصيت لقيت ما وراء الكاميرا ناس سايبين كل الكوشنات زملكاويه وجايين ورا الكاميرا عشان يضايقوني هزار وقعدنا نضحك وعملوا لي فيديو والكلام ده. هشام ماجد زملكاوي وشيكو زملكاوي خدوني في احد ماتشات الاهلي والزمالك نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك في فيلة احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك انا مش فاكر اسمه كان في 6 اكتوبر في مدينه 6 اكتوبر اقسم بالله. يومها الزمالك لما كسب الاهلي في السوبر اللي كان بيتلعب في الامارات بضربات الترجيح قعدوا يضربوا فيها ونهزر ونضحك ونعمل فيديوهات وكل الكلام ده. انا الوحيد الاهلاوي في وسط اكتر من 18 زملكاوي وفي الاخر قعدنا نهزر ونضحك ونعمل فيديوهات وكل الكلام ده. ايه يا جماعه ده؟ ايه التجاوز ده؟ ايه الغل ده؟ في ايه؟ طب اقول لحضرتك على حاجه انا اسف بقى معلش انتوا فتحتوني مستنيك تقعد ما بتقعدش كل اللي في قلبك والله انتوا فتحتوني. في احد مشاهدي في احد الافلام الكوميدي كنا بنعمل فيلم وبعدين قصقص بتاع مسرح مصر طب بيقول لي كان بيشرب كده خمره فبقول له اديني كاس فقال لي لا قلت له هات كاس قال لي لا قلت له يعني هيبقى لا كاس ولا دوري كان سنتها الاهلي مش واخد لا كاس ولا دوري اوكي فرحت اعمل العضويه في نادي الاهلي كل الناس مقابلاني في نادي الاهلي بما فيهم مهندس عادل القيعي بيقول لي الله وانت مش زملكاوي بس الناس كلها بابتسامه طبعا الموظف اللي بياخد مني الفلوس عشان يعمل لي الكارنيه كلهم بيضحكوا وكلهم فاكرين شريف اكرامي مقابلني في النادي فاكرني ان انا زملكاوي في نادي الاهلي عبد الله السعيد كنت بتكرم انا وهو في مكان تمام وبرضه كان فاكر ان انا زملكاوي وكلهم بمنتهى الرقه والادب والاخلاق وبالابتسامه وكل الكلام ده ده كل ده من جملة اتقالت في فيلم تخيل كانوا فاكريني والله العظيم عشان انا هزرت واتريقت على البتاع والاهلي سنتها ما كانش واخد لا دوري ولا كده. على كل حال خلينا ناخد يعني الفنان الجميل محمد ثروت ومعانا على التليفون. في البداية طبعا كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا بقى في قناة الاهلي. كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين
مزعلين مش شعبندر ليه فيه؟ مزعلني يا ساره، مش احنا حضرتناش من الاول، مش احنا. خلي بالك حبايب هيزعل اللي زعله. كل سنه وانت طيب واهل بيتك كلهم بخير يا رب. النجم الجميل محمد ثروت، واحد برضه من الاسماء المهمه جدا في عالم الكوميديا، واحد الوجوه المحببه يعني عند كل الناس. معانا حبيبك بقى، معانا على الهوا اهو، تحب تقول له ايه؟ عايد عليه ثروت. واضح في مشكله تقريبا. مزعلين الشعبندر ليه في ايه؟ انا ما سمعتوش. مزعلين الشعبندر ليه في ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. حبيبي حبيبي يا ثروت. مش احنا يا استاذ محمد اللي مزعلينه؟ والله الصوت واصل هناك. ده هو زعل اللي زعلنا استاذ محمد. الصوت بيقطع، انتوا هربانين ولا ايه؟ في لا ما انت وجودك دلوقتي خلاص هيكسر حاله الزعل. قول لنا بقى يعني عن رحلتك الانسانيه مع النجم الجميل بيومي فؤاد، وانتوا عشره عمر وسنين واشتغلتوا مع بعض قبل كده كتير. يعني دايما حتى في اي لقاءات، حتى لو كل واحد فيكم منفرد، لما بتيجي سيره التاني بنسمع منه احلى كلام. فتقول لنا ايه عن النجم بيومي فؤاد؟ والله الاستاذ بيومي فؤاد ده اخويا الكبير يعني. اه طبعا يعني بحب اشتغل معاه جدا، وعلى فكره يعني يمكن هو يقول لك ان انا لاقين عليه اسم الشهبندر تجار الكوميديا. ثروت اللي اطلق عليا شهبندر تجار الكوميديا، وانا بحب اللقب ده جدا. بقوله في كل حته والله، انا بقوله في كل حته والله. محله جدا. اه. لا يعني فنان جميل جدا وفنان متعاون جدا مع اصحابه. حبيبي. وفي جميل جدا، ومش ما يهموش اذا كان الشيخ كان عندي او عنده. لا انا بحب اشتغل معاه طبعا جدا، وبالنسبه لي هو اخويا الكبير. ده اخويا الكبير ده الشهبندر ده. حبيبي يا ثروت. الشهبندر قول. لا يا حبيبي كله تمام. ده احنا حتى بنعمل له سحور وانا بعمل له الطعميه بايدي يا استاذ محمد. ودي لفته غير مسبوقه. ده انا بعمل طعميه انا ما عملتش. لا بيعملوا لي سحور اهو. سمعنا هناك يا استاذ محمد. طب انت فين يا ثروت، بتصور ولا ايه؟ انا مش عارفه، هو على الدائري غالبا. هو الخط قطع للاسف. الخط قطع عشان كده ما كناش حتى انا عايز احكي لكم بقى ان الطعميه اللي هتاكلوها دي دلوقتي حكايه. الله. لا 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 حكايه. الله الله. انا مش عارفه الشكل ده دائري ولا ايه بالظبط، بس زي الفل. زي الدائري قال لك دائري. هي كوره بس فيها عوجان يعني. هي بتدور نفسها في النار. ارجوك يا شيف توريها لهم. هي بتدور نفسها تحت في الزيت. طب ماشي الحال اهو الحمد لله زي الفل. لو سبسب وحركات. لا 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 ممتاز. شغل عالي يا شيخ محمد، شغل عالي. الله يبارك. انا عايزه بس القطايف نطلع نحطها عشان الاستاذ بقى. اه موجوده؟ موجوده. هم اثنين خلاص، خدهم انت يا استاذ بيومي. فرحان في الاكل بقى. خلي لي اثنين سوى زياده والنبي. حاضر يا استاذ بيومي حاضر. اه هو فعلا انا حاسه ان هم ما مستووش كويس. لا دي مستوى بجد؟ لا مش. طب انا كفايه طعميه كده بقى عشان ريحتي هتبقى طعميه. مش الشيخ محمد اللي بيطلع الحاجه بايده. مش اقطع بقى السلطه، اعمل مخللات، اي حاجه. هتلحقي تخلي لي دماغي؟ هنعمل اي حاجه بقى. طب بقول لك ايه، طالما خلصتي دورك مع الطعميه ما تيجي تعالى يا كريم. تعالى يا كريم، تعالى ورينا هتعمل ايه. لا انا مش هعمل حاجه، انا مستني لحظه الاكل. فضي ده حسن وفضي ده. احنا بس قبل ما نكمل كلامنا عايزين برضو نرحب بشخصيه من الشخصيات المهمه جدا في النادي الاهلي، ومن الاسماء المحترمه جدا، ومن الاسماء اللي دايما مقترنه بالعمل الدؤوب وبالانجاز. سياده العميد محمد مرجان، كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين، سعداء بوجودك معانا، اهلا بيك. محترم يا استاذ كريم، كل سنه وحضرتك طيب وربنا رمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها، ورمضان كريم عليكم. وطبعا هواند كل سنه طيبه، وطبعا يعني الفنان الكبير. اول ما قلنا سياده العبيد محمد مرجان نجمنا الجميل بيومي فؤاد قال المحترم. بحبه جدا. الفنان الكبير حبيبي. حبيبي يا سياده العبيد. منور منور. ربنا يبارك فيك فندم. والله منور كاعة الاهلي. ربنا يبارك فيك. اضافه في اي مكان. منوره باهلها يا فندم. اه والله انا بستمتع بحضرتك جدا 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 يعني. ربنا يخليك. طبعا الشيف محمد الدالي برضه يعني مجموعه جميله ومحترمه، وسهره رمضانيه جميله ان شاء الله على قناه النادي الاهلي. سعادتك طيب. احنا قايمين بالواجب سياده العميد، وبنطبخ له بايدينا كمان اهو. ولازم لازم نمسك في استاذ بيومي، لانه لازم يبقى معانا في قناه الاهلي، لانه ان شاء الله عينيا فندم. بنحبه ويعني فعلا يعني من الناس اللي احنا عايزينها الفتره الجايه تبقى موجوده معانا عشان خاطر الوسط الرياضي. وانا بسمع كلامك جميل جدا جدا، وازاي يبقى في نبض التعصب، وازاي يبقى احنا قناه الاهلي فعلا بتأدي رساله ودورها الحقيقي دايما النادي الاهلي بيبقى سباق في كل شيء. ليه الشرف تحت امرك فندم.
اكيد حضرتك لو بتتابعنا من شويه اكيد خدت بالك من حجم الغضب اللي كان عند النجم بيومي فؤاد بعد ما قرينا الخبر اللي استجد. فيعني اهلاوي حتى النخاع ده وصف يليق جدا بالنجم بيومي فؤاد الحقيقه. لا دي حقيقه، وكان معانا في افتتاح الاستاد الاهلي ويعني استاذ يوم عظيم تعليق كان يوم عظيم جميل جميل والله بوجودك، وانت بتشرفنا في كل مكان. ربنا يبارك فيك، شرف ليا يا فندم. الله يخليك يا فندم، نورتنا وشرفتنا، فرصه كويسه ان احنا نعيد على حضرتك ونتمنى لك رمضان كريم يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ومحترمين ومصر كلها طيبه ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. شكرا ليك سياده العميد. شكرا ليك. طيب احنا وصلنا لفين يا حضرات؟ بص بالنسبه للطعميه خلاص، بالنسبه للبيت خلاص، الترشي هترشي حضرتك، بالنسبه للترشي اتخلف يعني كل ده كله خلاص. طب هناكل امتى؟ اهو بالنسبه للسلطه ما اتعملتش، السلطه جاهزه. ده كده شكل بلدي دخل قلبي. ده مكانه هنا بقى، ده مكانه هنا عند نجمنا الجميل. طبعا ما تدينا طبقك بقى مسيو بيومي عشان احط لك اللي هي زياده سوى. اسمها زياده سوى ولا اسمها ايه؟ انا بنزودها. طب احنا عايزين بقى الحلويات الشرقيه دي، اعتبر انها مش موجوده وحط عليها ليه على بعض على ايوه. لا انا اجيب لحضرتك طبق اهو. اهو في طبق جاهز اهو. حصل اهو، حصل اهو. ايوه ايوه. وبنقرب كمان البيض لان احنا كده كله عن بعد مش هينفع. هم حاطين الحلويات بس هو احنا يعني مش مفروض نصفيها الاول؟ بتهيألي صح، المفروض اصفيها ولا انا؟ يلا خلاص بقى زي الفل زي الفل. وده الترشي اهم حاجه، ونرفع دي دلوقتي. يا سلام. احنا نعكس بقى يعني ايه، نخش بالجبن والفول والحركات وبعد كده ناخر بقى الحلويات. اتفضل. ورق لو حصل ان شاء الله وشبعت من دوت استاذنك تلف لي الطبقين دول. يا سلام سلام. غالي والطلب رخيص والله، غالي والطلب رخيص. انا هقعد بقى انا يا كريم هسيب لك انت كده عملتي اللي عليكي وزياده. وقعه جميله دلوقتي، ما تشرف. احنا اتحسدنا والله، اتحسدنا يا جماعه. النهارده الليله ازدادت جمالا بوجودك معانا. ربنا يخليك والله العظيم بكلمك ربنا يعني حقيقي من الناس اللي ما فيش اي مساحه لاختلاف وجهات النظر حواليها يعني على الصعيد الشخصي لكل الناس اللي قربوا من بيومي فؤاد واشتغلوا معاه، وعلى الصعيد الفني مش محتاجين نتكلم يعني الحمد لله. انت سيدي العارفين الحمد لله. انا عايزه بقى اروح مع حضرتك شويه كده يعني اسئله الجمهور. احنا كنا زي ما قلنا بعتنا كده سؤال وقلنا في بدايه الحلقه اسال بيومي فؤاد، وقلنا لهم على فكره عشان برضه ابقى صريحه مع حضرتك قلنا لهم اسالوا اي سؤال مش بس في الفن. فهنشوف نبدا كده، بس ده سؤال فني. احمد رمضان بيسال حضرتك اقرب بطوله لقلبك او دور يعني. سؤال صعب في حاله النجم بيومي فؤاد. زي ما قلت من شويه سعد العجاتي لانه عرف الناس موجه حره، وبالنسبه للكوميدي طبعا ما فيش زي الدكتور ربيع. صح. وفي محمد كريم، انت اهلاوي من امتى يا كابتن؟ ده من ساعه ما اتولد. يا جماعه في اسئله ما تتجاوبش. طيب ابراهيم ابو عيسى عايزين نشوفك على طول في قناتنا دي، ده يعني ده طلب مش سؤال. ان شاء الله ده هيحصل، ده وعد. قناه الاهلي؟ انا اتمنى ان شاء الله. انا عمري ما طلبت قناه الاهلي وقلت واعتذرت. دي حقيقه، ده حقيقه صحيح، واحنا شاهدين على ده. ايوه صحيح يعني صحيح. فعلا دي شهاده تتقال. احنا حبينا جدا استاذ بيومي يكون معانا في اول حلقه، وبمجرد ان فعلا تواصلنا معاه ما تاخرش حتى ما ترددش، فاحنا سعداء اول يوم رمضان يا مسلمين. بس انت كده وجودك معانا حل بدايه رمضان الحمد لله رب العالمين. وانت ابتديت اكل ليه يا باشا؟ عشان بس اسئلتك بقى السوشيال ميديا. لا ما انت ممكن تقرا معايا السوشيال ميديا برضو تدينا فرصه ان احنا نجاوب وكده. اتفضل يا فندم. هو غدر بينا وكلمنا. الطعميه عجبته. حاجه عظيمه، حاجه كريم عظيمه. كريم ما تشوف لنا اطباق بقى كده. احنا وصلنا لفين؟ ما هو هناكل كلنا في طبق واحد. انت عند انهي سؤال؟ ولا ده انا اخر حاجه. هنبدا مع محمود الجعفري. استاذ محمود. محمود الجعفري هو اي مسلسلات؟ بيسال حضرتك على المسلسلات اللي انت مشارك فيها السنه دي سواء يعني بطوله او ضيف شرف. ده سؤال من استاذ محمود الجعفري. المين المسلسلات المسلسلين المين يعني النمر وخلي بالك من زيزي. النمر محمد عادل امام. محمد عادل امام وخلي بالك من زيزي امينه خليل تايسون ومحمد ممدوح. هنا النمر اخراج الاستاذ شيرين عادل، وهنا خلي بالك من زيزي اخراج الاستاذ كريم الشناوي، وضيف شرف بقى في حوالي 342 مسلسل. ربنا يزيد ربنا يزيد. السؤال اللي بعد كده من ابو يعقوب الحميداوي.
رمضان كريم عليك يا استاذ بيومي. سؤالي بيكلمك عن حبك للنادي الاهلي، وهل النادي الاهلي انت شايف انه هيحصد البطوله الافريقيه ولا لا؟ يا رب ان شاء الله. عند الله يا رب. بص بقى التعليق اللي جاي ده مش سؤال، دي جمله بتهيألي يعني تستحق الوقوف عندها والتامل. بيقول لك ايه ده؟ عيد احمد اللي بعت لحضرتك الكلام ده، بيقول لك بشوفك قلبي بيرتاح يا جدع. يا سلام. اه والله العظيم. الله والله ده انت الجدع. خش بقى اللي بعده عشان يبقى فيه مساحه بالنسبه لي للمزيد من الطعم. طيب. ايوه قبل عطاء تعذيب. انا جاي واقف جنب شيخ نادين حربي. نادين حربي تقول لحضرتك استاذ بيومي ايه اكتر جيل في الاهلي بتحبه؟ حلو السؤال ده. حلو جدا. هل جيل بركات؟ هو انا بقيت اهلاوي لما شفت الخطيب. تمام. كابتن الكبير بيبو، كابتن كبير ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. بقيت اهلاوي من متابعه الخطيب. من بعد كده مفيش جيل في الاهلي ما اثرش. يعني مفيش جيل عدى علينا ما اثرش. دي اجابه رائعه ممكن نختم بيها الحلقه عشان نتسحر بقى. يا الحلقه عشان عمالين نساله وهو متورط من طب يجاوب على الاسئله. يا عيني. أيوة. طب اختموا. امال ده ايه يا فندم؟ ده مش اختموا. انا جوعتنا والله العظيم. نورنا وتشرفنا بوجودك معانا النهارده. سعداء جدا. انا لو اعرف كده يا فندم كنت انا اللي ختمت والله. لا هنختم حالا حتى اشوف. اتفضل. احنا النهارده اتشرفنا جدا بوجود النجم الجميل بيومي فؤاد في حلقه النهارده. خير استفتاح وخير استهلاله للاهلي في رمضان. كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وان شاء الله مره ثانيه عايزين ناكد عليكم ليلاتي تابعونا من 10 ل 12 بالليل احنا وبقيه الزملاء والزميلات في قناه الاهلي، وان شاء الله ستسعدوا بكل حاجه هتتابعوها. 30 حلقه هتكون مميزه جدا، كل يوم هيكون معانا نجم من النجوم او نجمه من النجمات، ان شاء الله كل حضراتكم تسعدوا بيها. وطبخه من الطبخات. وطبعا عايزين نشكرك شيف محمد، تسلم ايدك. وحسن تسلم ايدك يا حسن. الله يكرمك. ونقول باي باي بقى مع حضرتك، يعني عارف الحاجات الكليشيه دي اللي هي بتبقى في البرامج. كل سنة وحضراتكم الطيبين. كل سنة وحضراتكم. شوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع الزملاء في قناة الأهلي إن شاء الله بكرة، والأهلي في رمضان.